واقعة صادمة لساكنة مدينة تفنيت والنواحي. للأسف جرافات تمحو قرية تفنيت عن الوجود وتشرد ساكنتها. كل شيء كيتسأل سبب هاد الهدم ديال مدينة تفنيت بشكل كامل، وشنو يعني مصير الناس اللي كانوا دايرين المحلات ديالهم تماك. افادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان السلطات الاقليمية بشتوكا اتباها قامت يوم الثلاثاء 26 دجنبر باغلاق شاطئ تفنيت في وجه الجميع بحضور مختلف انواع القوات العمومية باش انها تقدر تستخدم الجرافات التي شرعت في هدم قرية تفنيت ودكها ومحوها بصفة وبشكل نهائي عن الوجود وتشريد قاطنيها. يأتي قرار هدم هذه القرية وفق بلاغ للفرع المحلي للجمعية بشتوكا اتباها بعد التوصل الساكنة منذ حوالي أسبوع بعدارات تخبرهم بوجوب ترك منازلهم بدعوى احتلال الملك الشاطئ. أدانت الجمعية هدم قرية تفنيت التي تعد موروث حضاري وسياحي للإقليم، معلنة على تضامنها المطلق مع ساكنة المنطقة، واللي تم تشريد ديالها بقرار جائر لم يراعي أبسط حقوقها بعد عقود من الزمن من السكن بهذه القرية. فاعتبرت الجمعية أن التنمية الحقيقية هي التي تضع الإنسان في صلب اهتمامها، كما عبرت عن تخوفها من أن يكون المتحكم في هذا القرار لذوي الخواص. فشنو الرأي ديالكم متابعينا الكرام في هذا القرار المفاجئ اللي تبقوه على شاطئ مدينة تفنيت؟ خليوا لي التعليق ديالكم، فنهاركم بروك. واللي عنده شي اخبار شنو المصير ديال هذوك الناس اللي كانوا ساكنين تماك، خليوا لي لي كومونتير متابعينا الكرام. خليتكم على خير، فتهلاو لي فراسكم، والسلام عليكم.